السلام الله عليكم أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة على قناتكم قناة أم نجيل الإنترنت والبرامج. اليوم أعزائي المتابعين سنتعرف على طريقة تصوير باستعمال كاميرا الحاسوب، يعني انطلاقا من كاميرا الحاسوب يمكنك تصوير عدة فيديوهات التي يمكنك الاستفادة منها. فقد وصلتني الكثير من الأسئلة حول كيفية التصوير عن طريق كاميرا الحاسوب، يعني هناك عدة طرق من بينها طريقة الـ VLC Media Player، ولكنها طريقة صعبة نوعا ما. والآن سآتي لكم بطريقة سهلة جدا باستعمال برنامج رائع وصغير جدا، برنامج صغير الحجم ولكن كبير الفعالية، لنتعرف عليه بإذن الله بهذا الشرف. أولا نقوم بتحميل البرنامج. لتحميل البرنامج نضغط على الرابط أسفل الفيديو، ننتظر حوالي 5 ثواني. نضغط على سكايب آد، لتخرج لنا واجهة موقع الميجا. ثم نضغط على داونلود هنا. أنا لقد حملت البرنامج، حملت البرنامج سابقا، سأذهب لإحضاره. هذا هو البرنامج 3-2-XWeb Cam Recorder. سأزيل عنه، سأفك عنه الضغط. نضغط على سكسيب، وكما تلاحظون هو برنامج صغير الحجم، حجمه فقط 2 ميجا بايت. الآن سنقوم بتثبيته. يعني طريقة سهلة جدا في التثبيت، يعني طريقة اعتيادية لا تحتاج إلى أي شرح. بعد التثبيت سيظهر لنا أيقونة كهذا، ستظهر لنا على سطح مكتب هذه الأيقونة. ثم نضغط على Finish. الآن ها هو البرنامج تم تثبيته. نقوم بفتح البرنامج. اولا يجب علينا ان نقوم بعمل كونكت للحاسوب، يعني كونكت مع كاميرا الحاسوب. نضغط هنا، والان يمكننا ان نعمل ريكورد او يعني صورة. يمكنك أن تقوم بعمل صورة أو فيديو، يعني كما لو أن لديك كاميرا. ولبدأ الفيديو معك إلى الضغط على ريكورد، وعندما تريد أن تنهيه اضغط على ستوب، وستجد الفيديو محفوظا في هذا الملف، يعني في الدوكيمنت ثم 3-2-XWeb Cam Recorder.
وإلى هنا أعزائي لا تأتي نهاية حلقتنا لهذا اليوم. المرجو لمساعدتنا أكثر للوصول إلى 1000 مشترك إن شاء الله أن تضغطوا على زر سبسكرايب أسفل الفيديو، وأيضا الإعجاب بصفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والتويتر، ولما لا يمكنكم زيارة أيضا مدونة قناة الأيمن النيجيري، تجدون هناك الكثير من الدوينات المفيدة والتي ستفيدكم إن شاء الله. وإلى الحلقة القادمة، إلى اللقاء.